احنا معنيين في المقام الاول بالحرف التراثيه، بمعنى ان في حرف موجوده بالفعل يعني موجوده في بعض الاماكن اللي بترتبط بوجود الخامه اللي هي بتعملها. يعني مثلا عندنا صناعه السناره في بورسعيد عشان حرفه الصيد، عندنا مثلا الحصير المرسم في كفر الشرفه عشان الترع بيوجد عليها نبات السمار. يعني الحرفه عندنا اليدويه او التراثيه مرتبطه بالخامه والمكان اللي موجود فيها الخامه. احنا كنا معنيين بحاجتين، اول حاجه ان احنا نحافظ على الحرف التراثيه الموجوده بالفعل ونعزز قيمتها ونعزز تواجدها، وخاصه ان احنا ما عندناش جيل تاني يقوم بيها. يعني مثلا عندنا بعض الحرف بتقتصر على بعض العائلات، ما بيحبوش يعني يعلموا الحرفه لحد بره العيله، فابتدينا الثقافة دي والفكر ده ابتدينا نتفاهم معاه بشكل أو بآخر. لا، انت لما تسيب علمه ينتفع بيه أو حرفة حد يسترزق بيها من بعدك ده يعني يكون في ميزانك وهكذا. وبدأنا نخاطبهم بالشكل السلس ده، وبدأنا نعلم فعلا أجيال تانية ودور تاني، بحيث ان انا الحرفة ما تندثرش، يبقى عندي صف تاني وصف تالت وهكذا. دي كانت أول تحدي لينا. تاني تحدي ان كان في حرف بالفعل اندثرت زي الحصير المرسم، فاحنا طبعا يعني مش عايزين نفقده لان هو جزء من الثقافه وجزء من البيئه وجزء من التكوين المجتمعي وجزء من الذاكره، ومرتبط بذكريات كتير جدا في بيوتنا. كان في حصير في بعض الكرة والنجوع، فازاي ان احنا نفقده بسهوله؟ فحاولنا نعيد صياغته. بمعنى ايه؟ ان مثلا انا النهارده عندي حصير مرسم مش هقدر احطه وانا عندي سجاد في بيوتنا، لكن ممكن احطه كلوحه، ممكن احطه كمفرش، ممكن احطه ككوستر على الحاجات السخنه على السفره وهكذا. فبدانا نعيد صياغه الحرف ونعيد ترميم الحرف ونعيد اجيال تمارس الحرف. وبدأنا بقى نعمل حاجة تالتة، ده بقى آخر مرحلة أو آخر تحدي، إن إحنا نعمل مدارس حرفية. إزاي بقى أشد جيل من الشباب بعد ما هو مهتم بالتكنولوجيا وبالآيباد وبالتليفونات حتى في الريف على فكرة، أبتدي بقى أشده الحرفة يدوية وابتدى يعني يندمج معانا وينصهر جوانا ويحس بقيمتها. أولاً لما بيحس أولاً إن العمل ده هيدر عليه ربح وهيقدر يبقى مصدر رزق ليه، وكمان ايه ان انت بتعمل حاجه يعني فريده. يعني لما بنعمل مؤتمرات دوليه انا بجيب الحرفي جنب دكتور الجامعه جنب العميد وبنعمل لهم مائده مستديره وبنقول لهم انتوا ارباب الحرف وانتوا ليكوا علينا حق، واحكوا تاريخكم واحكوا تجربتكم. كل ده بيعمل حاله من الثقه بالنفس في العمل اليدوي، وبيبتدوا فعلا يتفاعلوا معانا وبيبتدوا يعلموا ناس وبيبتدوا يعملوا يندمجوا معانا في المدارس الحرفيه، وبنطلع منتجات زي ما حضراتكم شايفين. يعني اعتقد ان هي مستواها عالمي، ومفنانين كلهم فطريين، يعني بعضهم يعني ما بيكتبش ويقرا بس هو فنان بالفطره، وهو ده اللي احنا معنيين بالحفاظ عليه. تقوم الهيئه بتعزيز الحرف اليدويه والحفاظ على الحرف التراثيه بشكل اساسي، فنحن معنيين بالحفاظ على التراث وربطه بالمجتمع ومواجهه الموجات المتغيرات. فاحنا ده نوع من الاصاله يا جماعه، ربطنا بالارض اللي احنا نشانا عليها، اعاده للصياغه للذاكره الوطنيه. احنا عندنا فنانين يستحقوا كل الاهتمام والدعم. احنا النهارده لما نعمل مدارس حرفيه ونفتح ابواب رزق للشباب الصغير هيحس بقيمته، سواء عمل هو بيبتدي معني بيه او ان هو حرفي ليه مهاره مش موجوده عند ناس تانيه كتيره. ولا يمكن نجهل قيمه العمل اليدوي قدام اي عمل مصنع في يعني مصبوب او في مصنع او غيره. قيمه العمل اليدوي هتفضل محتفظه بقيمتها وثرائها، ويجب علينا تاكيدها في كل الاحوال. الهيئة لديها بروتوكول للتعاون مع كل الجهات الحكومية وكل المعنيين بالحالة اللي هنقول ايه الانتاجية الشبابية. يعني احنا لما بيجي لنا تعاون ما بين جهة او اخرى احنا ما بنرفضهاش، بالعكس احنا بنأكدها، سواء ورش او معارض او مدارس حرفية او مشاركات، فهتلاقينا في كل مكان، هتلاقينا موجودين ولينا بصمة ولينا تواجد.
شهر رمضان ليه طبعا خاصية يعني روحانية وخاصية احتفالية خاصة جدا بالحرف، وليه ارتباط بشكل أو بآخر بالسجادة والكليم والخيامية. احنا نفسنا في بيوتنا بيبقى عندنا الموتيفات دي، بنبتدي نزين بيها بيوتنا ونحس بالأجواء دي في رمضان. فاحنا بنعمل ان احنا الاحتفال لا يخلو من معرض وورش تفاعلية. احنا بشكل عام بنشتغل على فئات المرأة، الشباب، الطفل، العمال، القرية، حفظ وصون التراث من خلال أطلس المأثورات الشعبية. عندنا الفرق الفنية الخاصة بالهيئة زي الموسيقى العربية وفنون شعبية وإنشاد ديني وغيره. عندنا فرق عرايس للأطفال، عندنا مجموعة من الندوات والمحاضرات التفاعلية، عندنا أمسيات شعرية، عندنا لقاءات في دوار عمدة. احنا عندنا أكتر من معرض على مستوى المحافظات وعلى مستوى المركزي هنا في القاهرة. يعني عندنا المعرض اللي احنا عاملينه هنا في رود الفرج، فعندنا معرض متخصص لمجموعه متنوعه من الورش، زي عاملين اداره المراه، اداره الشباب والعمال، اداره القريه، الاصول المتخصصه، الطفل، اطلس المأثورات الشعبيه. كل الادارات دي عندها معرض عندنا هنا موجود هنا. في المحافظات بيزيد معرض للكتاب، بيزيد معرض للجمعيات، بيزيد مع مجموعه من الورش تانية بنشتغل عليها. هنا معارض نتاج ورش عملناها خلال السنه. لكن لو كلمنا عن نشاط تاني، فاحنا عندنا نشاط الورش اللي هي الفنيه، الفنون التشكيليه للاطفال واكتشاف مواهب وحرف الاطفال بسيطه، حرف تراثيه للسيدات، ازاي نعلمهم ازاي تبقى تقدر تعمل حرفه. عندنا بعض الحرف اللي هي تعريف بالتراث، واللي عايز يتعلم هنقول له تعال لنا القصور بعد كده، زي الحصير ده حفظ وصون التراث الحصير. عندنا الخزف، عندنا السجاد اليدوي، عندنا الكليم اليدوي، ده من الحرف اللي هي محتاجة وقت طويل في تعلمها، فأنا بوريها للجمهور بيعرف إزاي الحرفة دي بتتعمل، بيبقى عنده خلفية إن ده تراثنا إزاي يحافظ عليه. في نفس الوقت اللي عنده رغبة إنه يتعلم بنقول له إحنا عندنا في القصر الفلاني هنشتغل، ده الورشة اللي بنشتغل عليها ده وتقدر تتعلم معانا فيها. ده بالنسبة للحرف. عندنا مجموعة من الورش للأطفال، عندنا رسم على الوجوه، عندنا مجموعة من الأشغال الفنية البسيطة للأطفال زي فانوس رمضان، زي يرسموا، اكتشاف لمواهبهم، اللي عنده موهبة بنراعيها. عندنا عروض للمسرح الطفل، عندنا عروض عرايس ومعروض للمسرح الطفل، فدي مجموعة متنوعة للطفل بنقدر نشتغل عليه. عاملين معرض للطفل من خلال الشغل بتاعه. طيب عندنا القرية بيبقى فيها مجموعة من الحرف المتخصصة بفنون القرية. القرية بيبقى فيها الجريد والخوص والخيوط والخيش، يعني مجموعة، وازاي نقدر ندور الخامات الباقية دي ونقدر نطلع منها منتج. عندنا شغل من الجريد، عندنا شغل من الخوص، عندنا شغل من نبات السمار. السمار ده اللي بيتعمل منه الحصير، بس أنا مش بعمل بيه حصير، أنا بعمل بيه منتجات يدوية أقدر أحافظ بيها. ده ليه هدفين. اول هدف ان انا نبات السمار بعمل منه الحصيره، فالحصيره قربت على النصار، فانا بحاول ابدا اخلق شغل جديد من نبات السمار. ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا بعمل الحصيره دي ممكن اعملها معلقه، فبالتالي اقدر احافظ على الحصير، اصونه وفي نفس الوقت اوجد له عمل اخر او اوجد له مهمه اخرى غير المهمه اللي هو كان عليها اللي هو الفرش، لا انا عاملاها بشكل جمالي. عندنا مجموعة تانية من الورش خاصة بالشباب، ودي غرضها أولادنا اللي موجودين في المنطقة، أيا كان المنطقة بقى، سواء هنا في رود الفرج أو في المناطق الأخرى اللي احنا بنشتغل عليها. اللي عنده رغبة إنه يعمل مشروع وعايز يتعلم حرفة، احنا بنوري له الحرفة. عندنا مجموعة من الحرف اللي هنشتغل عليه، فهو هيشوف لو عنده رغبة إنه يتعلم بنبدأ ناخده معانا ونعلمه ببدائياتها، عايز ياخد فرص متقدمة بنبدأ نتفق معاه ونشوف اللي عنده الفكرة دي بنبدأ ناخده معانا في ملتقيات أو بناخده معانا في أصول الثقافة في الورش المتقدمة في الشغل ده ونبدأ نشتغل عليه. ليه بقى؟ عشان أنا يهمني إن الشاب ده يطلع بيبقى مشروع، يعني مش مجرد إن أنا بعمل ورشة وفترة معينة وخلاص. الهدف إن الشباب دول يقدروا يعملوا مجموعات عمل أو يعملوا مشاريع من خلالها يقدروا يشتغلوا عليه، وإحنا كمان أوقات كتيرة بنديهم ريادة أعمال، يعني إزاي يقدر يعمل دراسة جدوى. فهي الفكرة كمان مش فكرة رمضان والأجواء الجميلة بتاعت رمضان والروحانيات اللي إحنا عايشينها بداية كمان، لا إحنا كمان بنستهدف إن يبقى الشاب والطفل والمرأة يبقى عنده الوعي وعنده التوعية ويبقى عنده وعي كمان بالقضايا، بنتكلم معاهم في القضايا المهمة في الدولة. زي السكان وزي الميه وزي قضايا كتيره وزي البيئه ونحافظ عليها، وازاي نقدر يعني نحافظ على الموارد بتاعتنا وازاي نقدر ناخد الشكل الاعظم من هذه الموارد، سواء كانت الموارد دي موارد شخصيه او موارد عامه. احنا عندنا تعاون مع كل الوزارات والقطاعات والمجالس القوميه والمجتمع المدني ويعني والقطاع الحكومي وغير الحكومي والشركات، عندنا شراكه مع كل الجهات اللي اقدر اقدم بيها خدمه للمواطن، اقدر اقدم بيها خدمه لاهالينا، اقدر اقدم بيها خدمه للمكان في مكانه. طيب احنا بنقدم ايه؟ بنقدم مجموعه من الانشطه مخصصه للطفل
وللمرأة وللشباب. عندنا اكتشاف مواهب، عندنا بنقدم لهم انشاد ديني، بنعمل لهم ورش للرسم وكده، بنعمل مجموعه وحرف تراثيه للسيدات، بيبقى في معانا بالشراكه في ثلاث محافظات معانا مكتبه مصر العامه بتقدم لهم من خلال المكتبات المتنقله، عندهم مكتبات متنقله فيها انشطه مهمه جدا للطفل بيشتغلوا عليها، وفيها مجموعه من الكتب تخص الفئه اللي احنا مستهدفينها في المكان اللي احنا رايحين. هدفنا خدمه اهالينا ان احنا في ليالي رمضان الجميله يبقى نكتشف ولادهم ونكتشف مواهبهم، نسمع انشاد ديني، نسمع مع بعض من وزاره الاوقاف او بيبقى موجود معانا محاضره دينيه او غيره، بنبقى مع بعض في لقاء مع العروض الفنيه زي العروض الفنيه زي الموسيقى العربيه او كورال الاطفال او فنون شعبيه. فعندنا مجموعه من الانشطه المتكامله اللي بتستهدف كل فئات المجتمع المصري، واهلا بيكم تنورونا في قصور الثقافه بدون مقابل من غير اي حاجه يا جماعه، الخدمه مجانا. قصور الثقافه فتحت لنا مكان اللي هو المعرض دوت بحيث ان احنا نسوق شغلنا، فتحت لنا مجال ان احنا نقدر نحقق ربح احسن، ان احنا لما بنسوق شغلنا وبنتعامل مع الجمهور زادت نسبه مبيعاتنا بقت احسن وافضل، وما فتحوا لنا بصراحه سكك كتير قوي يعني ان احنا نقدر نشتغل. انا بعمل ان انا بصمم اللي هي الاكسسوارات والحاجات دي، وببتدي اركبها واعمل اللي هو التصميم النهائي وبعدين ببيعها. كان الاول عندنا مشكله في التسويق، المعارض دي فتحت لنا مجال كتير قوي ان احنا نتسوق ونبتدي نعرض شغلنا، وده كمان كويس للجمهور لان احنا ورشه، لما بنصنع وبنبيع للجمهور مباشر فمفيش وسيط، فالاسعار كده بقت احسن وفي متناول الجميع. يعني انا كورشه لما حد بيطلب مني حاجه لو خدها مثلا بجنيه ممكن يبيع ب2 جنيه، لكن انا كورشه اللي هي مكلفاني اقل فهبيع مثلا في حدود جنيه ونص، فبيبقى في فرق كتير في السعر. عودنا من وزاره الثقافه ان ليالي رمضان بالنسبه لنا بتبقى حاجه مبهجه، بنستقبل فيها الجمهور المصري بكافه اعماره، وبنبدا نشتغل على الحرف التراثيه، نشتغل ثقافه جماهيريه، ازاي نعلم المجتمع يبقى ليه حرفه، يقتني حرفه يفيد بيها المجتمع ويفيد بيها كل الناس اللي موجوده من حوله. يعني قمت بالتدريب مع الاداره العامه للشباب والعمال التابعه للهيئه العامه لاسر الثقافه في عده مواقع في الجمهوريه كل محافظات مصر. اشتغلت معاهم مشروع حياه كريمه، اشتغلت معاهم ملتقى الشباب، اشتغلت معاهم ملتقى الطفل، وعلمت عديد من فئات المجتمع على حرفه الخياميه. الخياميه بالنسبه لي عندي قصه عشق بالنسبه لي للخياميه، ان هي بتتكلم عن التراث المصري، بلاقي الهويه المصريه، بشتغل بلاقي نفسي بحس بروح التراث المصري حواليا في كل حته، ريحته في كل مكان. وانا بعلم حرفه الخياميه دايما زي ما هي كانت مصدر اكل عيش ليا وخلتني حد مدرب محترف، وبشتغل مع عده جهات في الدوله. اتمنى ان كل اللي اعلمهم يقتنوا حرفه الخياميه وتكون مصدر اكل عيش ليهم، تكون مشروع، تكون حرفه يعلموها لفئات المجتمع بعد كده. يعني حرفة الخيمة بالنسبة لي عشق.